أذهب إلى دمشق مع دكتور أسامة دنورة الباحث السياسي. في الأسابيع الأخيرة حصل تطور مهم سواء في تطبيع العلاقات بشكل بمستوى عالي بين الأردن وسوريا، وأيضا في الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق. لا أعرف إذا كانت هذه سابقة جديدة، لأنه في السنوات الأخيرة كان هناك كثير من السوابق التي تحدثت عن تطبيع العلاقات العربية أو عودة دمشق إلى مقعدها في الجامعة العربية، ومع ذلك لم يجري الأمر. هل تلاحظون في دمشق أن هناك شيء جديد؟ بعد التحية لكم وللسادة المشاهدين وللضيوف جميعا، بكل تأكيد هناك اختلاف، واسمح لي بداية يعني تصحيحا أو تصويبا للمصطلحات أن أقول عودة العلاقات لطبيعتها وأن لا أستخدم مصطلح تطبيع. هناك فعلا عتبة هامة تم كسرها بزيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق. هذه الزيارة هي الأرفع مستوى رئيس الدبلوماسية في بلاده، يأتي كاسرا نوع من الحصار أو العزل أو يعني محاولات التضييق الخناق الدبلوماسي والسياسي على سوريا التي استمرت حوالي 10 سنوات. وبالتالي هناك مستجد بكل تأكيد، هناك عتبة قد تم تجاوزها، هناك تشجيع يعني لباقي الدول العربية المترددة لسبب أو لآخر أن تنتهج سياسة مستقلة بغض النظر عن الضغوط الأمريكية. وهذه طبعا تسجل للإمارات العربية المتحدة أنها في عز الضغوط التي كانت تستهدف سوريا وقانون قيصر ويعني محاولات التضييق أكثر فأكثر. كان هناك بداية منذ عام 2018 للإمارات العربية المتحدة للتواصل مع دمشق، فتح السفارة ورجال الأعمال المنتديات المختلفة لرجال الأعمال السوريين والإماراتيين وإرسال المساعدات الإنسانية للشعب السوري. هذه كلها مبادرات الحقيقة يعني ليست بعيدة عن ما نعرفه عن الإمارات منذ أيام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، وحتى اليوم هذه السياسة وهذا النهج مستمر تجاه سوريا تجاه العلاقات العربية. العربية هو نهج يقوم على مد يعني جسور التواصل ما بين العرب ويكره القطيعة، ويدرك أيضا هذا النهج أن هناك قضايا عربية مشتركة لابد أن يكون فيها الحد الأدنى من الأرضية المشتركة. طبعا نتحدث هنا عن تحديات، لا نقول أن هناك تطابق في المواقف العربية، ولا يجب أن يكون الحقيقة، ولا ينبغي أن يكون، ولا يتوقع أن يكون، ولكن هناك مساحات تقاطع كبيرة وكبيرة جدا ضد الإرهاب، ضد تنظيم الإخوان المسلمين، ضد محاولات الطرف التركي الاستعمارية الجديدة تجاه المنطقة والتي بدأت يعني تظهر اعتبارا من عام 2011. لذلك اليوم نتحدث الحقيقة عن مرحلة جديدة. المؤشرات تدل على أن حقبة ما يطلق عليه الربيع العربي، ربيع الدم العربي، قد اختتمت عمليا. هذا يظهر في يعني طيب دكتور أسامة، مهم جدا المداخل التي طرحتها وأريد